أهلا بكم متابعينا في فيديو جديد ومراجعة جديدة، هذه المرة لجيل جديد من الهواتف الذكية وهو هاتف ميت إكس إس القابل للطي من هواوي. هاتف هواوي القابل للطي ميت إكس إس هو نسخة محسنة من هاتف ميت إكس الذي أنتجته هواوي العام الماضي ولم يطلق للأسف إلا في الصين. يأتي هواوي ميت إكس إس بمعالج كيرين 995 الجديد كلياً من هواوي المدعم بتقنية 5G مع شاشة أكثر متانة ومفصل ميكانيكي وبعض التطبيقات الجديدة. عدا ذلك لم يتغير شيء. بفتح الهاتف نحصل على شاشة جميلة عملاقة ويزن الجهاز 300 جراما. يعمل ميت إكس إس بنظام التشغيل أندرويد 10 ولدينا هنا وضعية الاستخدام الليلي نايت مود والتحكم أيضا عبر الإيماءات وهو مبني على نظام أندرويد المفتوح وغالبا ما سيحصل المستخدم هنا على التحديثات في وقت متأخر عن العادة. عند طي الجهاز نحصل على شاشتين، الأمامية بقياس 6.6 بوصة وبدقة 2480 في 2200 بحيث يمكنك استخدامها كشاشات الهواتف العادية. أما الشاشة الثانوية فتأتي بقياس 6.3 بوصات وبدقة 2480 في 892 بكسل. عند فتح الشاشة يمكنك الاستمتاع بشاشة كبيرة تابلت بقياس 8 بوصات بحواف رفيعة جدا وبدون قطع للكاميرا الأمامية كما في معظم الهواتف التي نعرفها حاليا. وفي حال أردت التقاط صورة سيلفي ما عليك سوى طي الهاتف والتقاط صورة من الشاشة الخلفية والتي قد تعمل كشاشة هاتف عادية ولكن عادة ما تستخدم لضبط صورة السيلفي قبل التقاطها. ولأن الكاميرا الأمامية هي الكاميرا الخلفية عند طي الجهاز أي بدقة 40 ميجا بكسل فهي تعتبر من أفضل كاميرات السيلفي المتوفرة حاليا. من الخلف يبدو الهاتف هكذا عندما يكون مفتوحا والكاميرا هنا على الجانب. عند طي الهاتف تكون الشاشة على الجانبين لذا يجب الحذر الشديد من خدشها أو حتى وضعها على الأسطح أو وضعها في الجيب، ولكن من المؤكد أن شركة هواوي فكرت في الموضوع وستوفر غطاء واقي يتناسب مع تصميم الهاتف. تأتي الشاشة من طراز أوليد وتتكون من عدة طبقات من البلاستيك. قامت هواوي بإدخال تحسينات على المفصل الميكانيكي وعند الضغط على زر فتح الشاشة تمتد الشاشة تلقائياً، وعند طي وفتح الجهاز يمكن سماع صوت خفيف ويخيل لك أن الجهاز قد ينكسر، ولكن هواوي تقول إن هذا الأمر عادي جدا. كما أضافت هواوي قطعة صغيرة أعلى المفصل وعلى طوله لمنع تسلل الغبار إلى داخل الجهاز. عند فتح ميت إكس إس يبلغ سمكه 5.4 ملم وعند طيه يبلغ 11 ملم، وهذه مقارنة بينه وبين P30 Pro من حيث السمك، وعند الحديث عن هاتف قابل للطي فإن السمك معقول. على الجانب نجد زر تشغيل الجهاز وفيه تم دمج ماسح بصمة الإصبع، أعلاه نجد زر التحكم في درجة الصوت. أسفل الجهاز لدينا مكبر صوت وميكروفون ومنفذ USB-C للسماعات وللشحن. أما أعلى الجهاز فلدينا مكان شريحتي الاتصال وإنفراريد للتحكم في الأجهزة المنزلية. تم وضع الكاميرات الأربع وهي من لايكا في شريط طولي على الجانب وهي تعادل تلك الموجودة في هاتف P30 Pro وهي قوية من حيث الأداء. تأتي الرئيسية بدقة 40 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 16 ميجا بكسل للزاوية الواسعة بفتحة عدسة 2.2. أما الثالثة فهي مقربة تيليفوتو بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4. الجهاز يدعم التقريب البصري حتى 3 مرات والتقريب الهجين حتى 5 مرات والتقريب الرقمي حتى 30 مرة. الكاميرا الرابعة هي من نوع TOF لصور البورتريه وتضبيب الخلفيات. يمكن لهواوي ميت إكس إس تصوير فيديو بدقة 1080 بمعدل 30 إطاراً في الثانية وفيديو بجودة 4K بمعدل 30 إطاراً في الثانية أيضاً.
يتمتع الجهاز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وسعة تخزينية 512 جيجا بايت مع دعم ذاكرة خارجية نانو حتى 256 جيجا بايت. يدعم ميت اكس اس الشحن السريع ويأتي مع شاحن بحد أقصى 55 واط، ويمكنه شحن البطارية فيه بسعة 4500 ملي أمبير ساعة حتى 85% في 30 دقيقة فقط، ولكن للأسف لا يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي. للتحكم في الشاشة الكبيرة يمكنك سحب الشاشة من الجانب لتظهر لك قائمة ثانوية من التطبيقات، ويمكن تشغيل تطبيقين على نفس الشاشة والتحكم في المساحة المخصصة لهما. كما يمكنك إضافة تطبيق ثالث. وأخيراً انطباعي عن الجهاز مدهش للغاية، خاصة مع ما يوفر من شاشة عملاقة. طبعاً ما يؤخذ عليه هو سعره المرتفع، إذ يبلغ سعره 2500 يورو ولا يتوفر على خدمات جوجل. ما رأيكم أنتم مشاهدين؟ هل ستفكرون في اقتناء مثل هذا الجهاز؟ شاركونا آراءكم على صفحة البرنامج على فيسبوك. إلى اللقاء.